من بيوليميدا. مرحبا بكم على قناتي لايف ويد بيول. اولا كنعتذر من كل البنات اللي شافوا الانستا ستوري ديالي بانني غادي نغير فكره القناه على اليوتيوب وانني غادي نبدا نحمل فيديوهات جديده بعد العيد، لكن طرات بعض الاشياء اللي ما كانت في الحسبان، ولذلك انا حاليا باقه في المغرب، ومن هذا الفيديو ان شاء الله غادي تعرفوا السبب. نقطة الأولى قبل ما نبدأ هو أنني غنحاول نهضر بالدارجة، ولكن واحد الدارجة نحاول نبسطها بالنسبة للناس الأخرين اللي من بلدان أخرى اللي ما يقدروش يفهموا. ما غنقدرش نهضر بلغة أخرى لأن صعيب علي نهضر من غير الدارجة، ولكن غنحاول إن شاء الله نبسطها. المهم فيديو اليوم هو من قلب عاصمة المغرب الرباط. جينا اليوم من أجل الفيزا، أخيرا عيطوا لي من أجل الفيزا، وغادي نهضر لكم أكثر في هذا الفيديو على مراحل الفيزا والأوراق. وهذا الفيديو كنظن غيهم المغربيات متزوجات من كوريين أكثر، لأن غالبا غيكون داكشي مختلف من مدينة من بلد لبلد آخر. بما أن الطريق مازال قدامنا طويلة باش نوصلوا السفرة اللي إن شاء الله غنوريها لكم من الداخل، غنبداو نهضروا على الأوراق. بالنسبة لهذه الفيزا ديال الزواج اسمها F6، وأوراقها بالنسبة للطرف المغربي أي الزوجة هي أولا صورة ديال الفيزا على حساب لي نورم ديال الفيزا، ثانيا كيكونوا جوج ديال لي فورمولا اللي كتقدروا تاخذوهم من السيت ديال السفارة، كتعمري فيهم معلومات عليك مختلفة، وكاين بعض النقاط اللي خاص يعمرهم الزوج ديالك. ثالثا عقد الزواج المغربي، رابعا السجل العدلي، خامسا الفحوصات الطبية، كاين مجموعة ديال الفحوصات الطبية متعلقة خاصة بالأمراض المنقولة جنسيا، سادسا شهادات كتبين لغة التواصل بينكم انت والزوج ديالك، اذا كنتو تتواصلوا باللغة الإنجليزية فخاص تحطوا شهادة كتبين بأنكم كتهضروا إنجليزية بالنسبة ليك والزوج ديالك، إذا كنتي كتحدثي الكورية فيكفي أنك تحطي شهادة دليل على أنك كتهضري بها. سابعا صور ديالكم أنت والزوج ديالك، عائلتو وعائلتك، صور من عرسك أو خطبتك، وسكرين شوت لبعض من محادثاتكم، لأنهم كيبغيو يتأكدوا بأن هذه علاقة جدية وما فيهاش شي حاجة ديال المصلحة ولا كذب. نقطة مهمة في هذا الشيء كله أنه الأوراق خاصهم يكون يدار لهم الختم الأبوستيل، هذا الختم كيخلي هذه الأوراق صالحين إلى دفعتهم مثلا سفرة أو إلى خرجوا خارج المغرب. هنا وصلنا للسفارة، سفارة كورية بالمغرب، أعطيناهم لكارت ناسيونال وعطونا هذا الباج باش ندخلوا. بالنسبة لهذه الفيزا فهي كتاخذ ماكسيموم شهر، ولكن أغلبية الناس كياخدوها في 15 يوم او 20 يوم، بالنسبه لي اخذتها في اكثر من شهر. ما عرفتش واش لانها جات مع الاعياد، العديد من الاعياد الوطنيه وكان العيد الاضحى. المهم اننا بالاخير اتصلنا بهم بعد ما سال الشهر، واعطونا اتصلنا يوم الجمعه واعطونا الموعد بيوم الاثنين. وهذه هي السفارة الكورية من الداخل، زوينة كيوت، وصراحة الشخص الكوري اللي خدمت معه اللي ديما كنلقاه فاش كنمشيو صراحة شخص لطيف 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 جدا. هذاك الباب اللي كتشوفه هناك ثم الداخل فين غيكون الانترفيو ديال الفيزا. وهنا صافي فاش خرجت وكملت وخديت الفيزا ديالي، صراحة كنت خايفة بزاف من الانترفيو، كنت متوترة قبل ما ندخل، ولكن الحمد لله كان أحسن 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 من المتوقع. إلا بغيتو شي فيديو نقول لكم أشنو كي سولكم في الانترفيو في الفيزا كتبوا لي لتحت باش ندير فيديو مخصص. المهم نكملوا مع أوراق الفيزا. بالنسبة للزوجة هذوكم الأوراق، أما بالنسبة للزوج الكوري فالصراحة ما كنتش متبعة مع الزوج ديالي في أوراقه، ولكن هي أوراق كتشمل أوراق العمل، الدخل، السكن، عقد الزواج الكوري، أشياء مثل هكا.
وكتجمعوا هاد الاوراق وكتدفعوهم للسفاره الكوريه، ما كتحتاجوش رونديفو، كتختاروا اللي يناسبكم وتاكدوا انهم خدامين، وكتمشيو كتعطيهم دوك الاوراق، ماشي بضروره يكون الزوج ديالك، كتعطيهم غير انت صافي، وكتمشي كياخذوا الرقم الهاتف ديالك حتى كيعيطوا لك. وهذا هو الفيديو، كنتمنى انني عطيتكم معلومات تفيدكم من اجل الفيزا ان شاء الله. الى عندكم شي تساؤلات كتبوا لي في التعليقات، ولا بغيتوا تعرفوا شنو هما الاسئله اللي كيسولكم في الانترفيو كتبوا لي، نقدر ندير لكم فيديو اخر مخصص. ولا لا ما عرفتوش شي ورقه بالضبط منين تاخذوها كذلك قولوا لي في التعليقات. كنتمنى انني نكون فدتكم، وان شاء الله الفيديو القادم غادي يكون تجهيزاتي للعوده الى كوريا ان شاء الله، اذا كنظن غنكون شويه مشغوله والفيديو غادي يكون حتى نوصل لكوريا ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتسناو الفيديوهات الجديده ديالي. بسلامه.